الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني أخواتي أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكون بخير وعلى خير. كنقول لكم كل عام وأنتم ألف خير وسنة سعيدة، وأهلا وسهلا بكم جميعا إخواني الكرام. صلوا على رسول الله وما تنسوا الاشتراك على القناة تشجيعا لنا، وأهلا وسهلا بالجميع. اخواني اخواتي غتسمحوا لي لان انا غادي نعرض عليكم واحد المحميه اللي كتواجد في منطقه زعير، يعني من السونتر ديال مدينه الرباط، يعني من قلب مدينه الرباط الى هذه المحميه هذه 45 كيلومتر. 45 كيلومتر كتمشي على تمسنا، كتقطع زعير، قطع الغابه، كاينه محميه وفيها واحد لوبيرج مازال في اطار اطار العمل، يعني مازال اشغال مستمره فيه. ما بغيناش فعلا مشينا ليه صورناه، ولكن ما يمكنناش نعرضوا الفيديو ديالو او الصور ديالو لان باش ما نحرقوش المراحل، لانه مازال في العمل، مازال خدامين فيه ومازال في الاشغال. ان شاء الله على ما يوجد راه غادي نصوروه، وغادي الى طبعا اللي غيشري دابا راه غادي يكمل العمل، ولا نكمل راه غيكون ثمن اخر عاوتاني. وهو راه منطقه سياحيه، يعني منطقه سياحيه محميه للمساحه ديالها 14 هكتار تيتر فونسي. لوبيرج مبني على مساحه تقريبا واحد 450 متر، باش مبني على واحد القمه ديال الجبل، قدامه واحد الطبيعه كلها تبع كلها غابات، واحد لاك كما كنقول، واحد البحيره لتحت في الواد. يعني منطقه جميله جدا وموقع جميل جدا، محميه اخواني الكرام، محفظه. ما بغيناش تطلقوا الفيديو ديالها والصور ديالها لان مشينا تنعين المكان، لان مازال اشغال مستمره في هذا لوبيرج وفي هذا المحميه. اللي بغى ومهتم بالموضوع وبغى يشري مرحبا به، غادي نديرو له الزياره نعين المكان، وغنحطو له الوثائق ونشرحو ليه، ومكلف به مكتب الدراسات، يعني مكتب الدراسات هو اللي مكلف بهاد المحميه هادي وهاد لوبيرج، يعني اللي مكلف به يحط له حتى هو وثائق. واهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله تعالى، نتمنى والله التوفيق للجميع، واهلا وسهلا بكم. ما تنساوش تصليوا على رسول الله، ما تنساوش دعمنا اشتراك ولايك، وطبتم أينما كنتم غفر الله لنا ولكم، إلى عقر آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.